كيقول لك تكذب أربعة كلمات، ما تقول لهم لا السر ديال هنا ولا السر ديال هنا. السلام عليكم، أنا بخير وعلى خير. وشنو سبب المعاناة؟ معاناة هو ما عنديش الحقوق ديالي. 22 سنة ما خديتي حتى شي تعويض؟ من 26/2 إلى يومنا هذا ما عندي لا تقاعد. دعيت الشركة، هانتي المحامية ديال الشركة، بأنه المحكمة كتقول بأنك هاد القضية الأسر ديالك اللي هو أنت تشديتي. وسي مجيد جايب الوثائق كاملة اللي كتبت الهضرة اللي كيقول. ما عندناش هاد المحكمة كلها والمغرب كامل قالك ما عندوش الاختصاص فهاد السجن ديالي. إذا أنا فين كنت مسجون؟ عند ميريكان، عند الألمان، كنت مسجون على الصحراء المغربية وأنا مغربي. بالعاني تملصوا مني ولاحوني توش. وما طرقتيش شي باب؟ بيبان كثيرة. الجنرال دوكور، ها انت القائد المركزي للدرك الملكي مولاي سليمان، مولاي حسني بن سليمان، هذه السيد الكولونيل ماجور مؤسسة الحسن الثاني، حضرة صاحب الجلالة بكل احترام السيد محمد السادس، يعني فوق 20 رسالة هما عندي. السيد المفتي، السيد الجنرال المفتش العام القوة المسلحة الملكية، يعني السيد سمو الأميرة الجليلة الأميرة محترمة للا مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني، السيد الكولونيل ماجور مؤسسة الحسن الثاني، السيد الجنرال المحترم بالمنطقة الجنوبية البناني اللي كان اللي راه متوفي، الجنرال الكولونيل ماجور المحترم مؤسسة الحسن الثاني، السيد المدير المحترم مؤسسة العمران المكتب الضبط. أبواب اللي طرقتيها باش تلقى واحد الرد وتلقى واحد الاعتبار وتلقى واحد الناس اللي أزروك في هذه المحنة والمعاناة اللي كتعيشها من بعد ما رجعت للأرض الوطن ديالك، ومع ذلك ما لقيتي حتى شي رد. وقلت لك وأقسم لك بالله العظيم إلا مقدم هو الآخر ما عمرو جلس معايا ولا سولني، لا مقدم لا قايد لا باشا لا عامل لا وزير لا جنرال لا كولونيل لا قائد، حتى شي واحد شي مسؤول في المغرب باش استقبلني. اليوم الى هذا 22 سنه ها الرسائل بالروكوموندي، خلي هادو اللي هما بغير الروكوموندي، ها الروكوموندي هاو. ها انت السيد الكولونيل المحترم مؤسسه الحسن الثاني روكوموندي، السيد المدير هذا ديال العمره روكوموندي، سيد رئيس الدائرة ريكوموندي. هاد الحالة خاصة غير بك انت سي مجيد؟ هاد الجنرالات هكذا من نهار اللي نجي وانا كنصيفط الريكوموندي وكداكشي ريكوموندي، ما كاينش اللي يعطيك الرد حتى بجوج كلمات. انت قلتي بان انت خرجتي وخرجوا موراك شحال من واحد اخر، واش هاد الحالة هادي اللي كتعيشها انت من بعد ما رجعتي لارض الوطن كيشاطروك فيها حتى ناس اخرين اللي عاشوا معاك المعاناة نفسها؟ انا ما نكذبش عليك، انا كنهضر غير على راسي، كلك عيط على صلاح بلادو بكل صراحة. أنا كنت نهضر هذه 20 سنة كنهضر على العسكريين المدنيين، اليوم كنهضر على راسي. صافي عندي أنا وثلاثة ديال الوليدات ضايعين ما كنعمرني تخلص. باش عايشين؟ ها؟ عايشين بفضل الله. وخصوصا أنت دابا عايش بفضل الله. صافي على أنا عند بوليزاريو باش كنت عايش؟ ها هما الاسره كيعرفوني. ولكن انت في بوليزاريو كنتي عايش بوحدك، دابا عندك واحد المسؤوليه وعندك اسره خاصك تصرف عليها، كيفاش كتعيشوا يعني من اين عندكم شي دخل؟ واش الله سبحانه وتعالى يضيع اجر المحسنين الصابرين؟ راه الله كاينه قوه الله، هذه ما كايناش على بالك. انا بطبيعه الحال حنا راه عايشين، انا دابا عايش بقوه الله، ما عايش حتى بقوه. وهذوك الوليدات مساكن، عندي وليد عنده 5 سنوات 8 سنوات، وعندي البنية عندها 12، وعندي الوليد الكبير عنده 14، عايشين بفضل الله وكلهم مراد وانا مريض. وعندك شي مدخول؟ ما عندي حتى شي مداخل، عندي المدخول ديال قريمة عطاوها ليا في تارودانت 30,000 ريال في الشهر، 30,000 ريال غادي تكبر لي انايا. انت كتعيش في كازا، علاش عطاوها لك في تارودانت؟ ايوا واش قلت لك؟ حيت انا زيت في تارودانت. داكشي باش لاحوني. ها انت ها هما الصليب الاحمر الدولي، هذاك دوك الرسائل اللي كنا نصيفطو. اختي امينه ها انت اش كاتب هنايا عند البوليزاريو؟ المملكه المغربيه الشريفه.
هاتي راه كنا كنشرفوا بلادنا ملي كنا عندهم، ما كناش كنخافوا ولا مضرقين وجهنا ولا كننافقوا، كنقولوا المملكه المغربيه الشريفه راه يشدوك على هاد جوج كلمات يدبحوك. هادي راه انا ماشي كتبتهم هنا، كنت مصيفطهم، كانوا كيجيبوهم الصليب الاحمر الدولي كيوصلوهم من احمد ماجد لاختي امينه. ها هي هادي عاوتاني مصيفطها، ها هي ها هي المملكه المغربيه، هادي الاب ديالي الحاج عبد الله بن موسى. كنتو كيفاش كتواصلوا مع الوالدين ديالكم؟ كنا كنشرفوا بلادنا وكنقدسوا ملكنا. وفي الفتره اللي كنتوا فيها في الاعتقال، الفتره السي مجيد اللي كنتوا فيها في الاعتقال، ما كانش تواصل بينكم بين الاهل ديالكم ولا غير هاد الرسائل؟ الميساجات صافي، لا ما عندنا لا تواصل لا والو، لا هاتفيا لا، وكانوا الصليب الاحمر الدولي هذه هي الوثيقه اللي كانت بيننا وبينهم. كيجي يعطوك وريقه كتكتبها كيقول لك تكذب اربعة كلمات، ما تقول لهم لا السر ديال هنا ولا السر ديال هنا. السلام عليكم انا بخير وعلى خير. اش نقول لك انا الحاج ماجد احمد زايد في 1956، الحاج عبد الله بن موسى الزنقه ديال فين كيسكن الوليد، المدينه القديمه، المملكه المغربيه الشريفه، اختي هذه ملكه هذه زبيده ماجد، الحاج عبد الله صبي كتعطي غير سميت وانا بخير وعلى خير، فهمتي؟ لا ممنوع عليك تقول راني معذب ولا مريض ولا فهمت. يعني هذا هو الحق اللي عاطينكم تماك فقط؟ صح. يعني عندكم جوج الحقوق تقريبا انكم هاي هاي اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اللي كانت سميتو، اللي كانت سبب في اطلاق ديال السراح ديالكم ديالنا، وهي اللي خفت عنا المعاناه، لان كان عندنا العذاب الشديد والظلم اللي لا يعني ما كاينش شي ظلم في العالم، كنقول انا في العالم. هانتي شوفي ها معالي الوزير المحترم وزارة العدل والحريات، سيادة الوالي المحترم بالمؤسسة الوسيط، سيادة العامل المحترم بعمالة إقليم تارودانت. سي مجيد أحمد، صراحة القصة ديالك قصة اللي معبرة بزاف. هيا هادي أختي، هادو ديال ليباتيت، ليباتيت سي. انا قلت لي بان راه كان عندك خديتي بزاف ديال الامراض ومن بينها ليباتيت سي. حضرات صاحب الجلاله والمآب. بالنسبه للتغطيه الصحيه سي مجيد كتستافد منها؟ ها؟ بالنسبه للتغطيه الصحيه كتستافد من التغطيه الصحيه؟ عندي التغطيه الصحيه عطاوها لينا، شكون اللي عطاوها لينا؟ حقوق الانسان في الرباط. كانوا عيطوا لنا عطاونا حاجه ديال التعويض، مسول الحظ ديالي باش هذاك شويه ديال التعويض غنشري به سكن، طحت في هذه ليباتيت سي. فوليتي هذاك الفلوس ديال التعويض كتخلص بهم العلاج ديالك. انت غادي تموت، خص داوي انت راسك باش اللي غتبقى لينا. ماشي غادي نشريو السكنه وانت تموت، ما عندناش غنديروا بها حنايا ولا لا. هذوك الفرانكات اللي شديت طبيتهم على صحتي باش بقيت على قيد الحياه. لان البرا اللي كنت كندوب كدير 70000 ريال، والفانيل اللي كنشرب 80000 ريال. يعني الى هاد التغطيه الصحيه اللي تعطات ليا يلا هز لك المرض ديالك. ماشي هذا لي المرض ديالي، و إلا خسرتي 10000 ريال كترد لك 3000 ريال، يعني أقل من 50%. ما قادرش حتى تهز هذاك المرض. ما عندناش حنا التكميلية، حنا عطاونا غا السمية غا على الكذوب، تحرميات ديال الإدارات. و سي مجيد صراحة الحديث معك شو الرسائل هانتي ها. رسائل الوزارة الجنرالات راه نقول لك انا راه قيامة ما كاين نقول لك اش نقول لك انا. سي مجيد كنتمناو ان الامور انها تقاد، وكنتمناو ان هذا الشيء هاد الانتهاكات اللي تعرضتوا ليها يجي وقت وتعوضوا عليها وما تبقاش. فللاسف وقت ما كيس ديال البرنامج ما كيسمحش لنا اننا نطولوا اكثر، فغنضطروا ان نختموا الحلقه، ولكن قدرنا اننا نوصلوا الكلمة ديالك والصوت ديالك يوصل لكافة المواطنين المغاربة، ونتمنى أنه يوصل حتى المسؤولين باش نزيدهم واحد النقطة يعني قصيرة بزاف. أنا كنشكر المغاربة على هاد المبادرة اللي كانوا داروا مع الطفل المسكين اللي مات في البئر ريان، ياكل ولا لا، ودار الضجة في العالم. ولكن علاش هاد الضجة ما ديروهاش على الناس اللي ضحات على الوطن؟ إذا كنتو مغاربة أحرار ومؤمنين بالله وتتعرفوا بأن لقاء الله لا أنتم ولا هاد المسؤولين اللي واقفين ليل ونهار كيتسناو ريان يطلع من البئر،
راه كاين ريانات في في قاع الجب، هو بحال ماجد احمد وغير ماجد احمد. عرفوا بينكم بين الله، قلبوا على الناس اللي مطيحين في قاع الجب. حنا نبي الله سليمان، نبي الله يوسف، راه دوزنا السنين الطائله اللي ما كايناش ما تذكرش، ومن العذاب للعذاب. نتمنى ان صوتك يوصل للجهات المعنيه سي مجيد، وشكرا بزاف على الحضور ديالك اليوم. فهذا هو لقائنا اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انه يكون في المستوى، على امل لقائكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.